ايا كان بقى، مات لسه في مرحله الايريفيرسيبل بالبايتس، المشاكل ممكن تستمر. تستمر ازاي؟ لو في بالبايتس يبقى انت البكتيريا هنا والانفلاميشن ممكن يستمر، لو في نيكروزز وينزل بري ايبيكال يعني ويبتدي المشاكل تكبر، لو انت البالب عندك نيكروتيك، نيكروزز دي يعني بكتيريا عايشة جوه البالب كانالز، فالدنيا هنا is not clean يعني، هي at least مش هقولك sterile it's not clean اصلا، فالتيشوز اللي جوه دي والبكتيريا اللي جوه دي ممكن ترتع وتنتشر وتتوغل تنزل بري ايبيكالي عادي. تنزل بري ايبيكالي بقى سواء كانت نتيجة بالبايتس او نتيجة نيكروزز، هتنزل بري ايبيكالي بقى البيشنت هيبتدي يشتكي. في معظم الشكاوات الشكاوى اللي جايه البيشنت بيشتكي من انه في وجع مع العضه، يحس ان السنه كانها اعلى من العادي يعني كانه بيعض على حاجه عاليه شويه. طيب هنا البين اون بايتنج ده ممكن نشوفه مع انه بقى فيه جرانيولوما بري ايبيكال جرانيولوما، بقى فيه كرونيك انفلاميشن بري ايبيكال، فهنسميه بقى هنا chronic periapical palpitis with periapical granuloma أو necrotic pulp with periapical granuloma. تمام؟ والله الجرانيولوما دي كبرت، هيبقى يحصل في هيكون جواها cystic fluid وبالتالي هتبقى cyst، ودي ممكن يكون معاها swelling فهتسميها برضو كذا كذا palpitis with periapical cyst أو necrotic pulp with periapical cyst. هنا ممكن تبقى سيمتوماتيك وفي العادي لا، امال هتبقى سيمتوماتيك امتى؟ لو حصل فيها انفكشن. طب هي لو حصل فيها انفكشن ما بقتش سيست بقى، بقت ايه؟ بقت ابسس، وبقى البيشنت بيشتكي من ان فيها زي نبض كده، بقى فيها ثروبينج بين. حضرتك في اللحظه دي لو عملت اكزامينشن ساعتها ممكن تشوف بقى انه في بريابيكال سويلنج او في سويلنج باين شويه في الفيستيبيول. تمام؟ ممكن يكون موجود ممكن يكون لا. طيب فاحنا الوضع دلوقتي احنا واصلين لايه؟ واصلين لإيريفيرسيبل بالبايتس with periapical abscess او necrotic pulp with periapical abscess، ان في abscess في pus في cavity جواها pus periapical. تمام؟ طيب زي اي abscess في الدنيا، يا هيبقى acute يا هيبقى chronic يا هيبقى اصلا كرونيك بس كل شويه البكتيريا بتفوق كده والاميونيتي بتقل فيزهزه كده ويديك اكيوت سيمتومز، فبنسميها اكيوت اكسسيربيشن اوف كرونيك ابسس. وبما انه هو بيعاد احياءه كل شويه مره يعني مره تانية كل فتره بيعيد احياء نفسه فسموه فينيكس ابسس، ده يعني ده نوع من السخريه العلميه يعني. الفينيكس ده اللي هو طائر العنقاء اللي هو بيموت وبعد كده بيبعث من اول وجديد من الريش بتاعه، ما علينا يعني. المهم ان هو الفينيكس ابسس اللي هو عباره عن الابسس اللي هو بريء بيموت وبعد كده بيرجع يصحى تاني، كرونيك ابسس بس بيحصل له اكيوت اكسسربيشن اوف ذا كرونيك ابسس. تمام؟ احنا فين؟ احنا لحد دلوقتي واصلين للبيري ايبيكال ابسس. طيب الموضوع ممكن يتفاقم اكتر من كده؟ الحقيقه الابسس ده لو فضل معانا شويه، لو كرونيك وقاعد معانا شويتين مش هيهدى بقى، دي البكتيريا عايزه تشوف لها سكه علشان تشوف النور وهي قاعده جوه البون. طب فهتمشي تقعد تكسر في البون تكسر في البون لحد ما تشوف لنفسها سكه بقى تورم، عايزه هي تخرج يعني عايزه تعمل درينج. فتعمل ايه؟ فهتعمل لك سوالنج الاول ظاهر، يا اما ظاهر انترا اورالي يا اما ظاهر اكسترا اورالي. في اللحظه دي لما السوالينج بيبقى ظاهر بنسميه دنتو الفيلر ابس. تاني احنا بنقولها اكيوت ايريفيرسيبل بالبايتس، بس مش هيبقى اكيوت يعني هيبقى كرونيك ايريفيرسيبل بالبايتس مثلا ويد دنتو الفيلر ابسس او نيكروتيك بالب ويد دنتو الفيلر ابس. تمام؟ طيب الدنتو الفيلر ابسس ده خرم فعلا الدنيا وعرف يفتح لنفسه سكه وعمل درينج يا اما انترا اورالي او اكسترا اورالي، السكه اللي هو فتحها دي بنسميها فيستولا، فتح لنفسه خرم يطلع منه يعمل منه درينج هنسميها فيستولا.